الرحمن الرحيم. بحيي الحضور الكريم وبحيي طبعا هاني منسي. انا عايز اقول بس عن هاني الانسان قبل ما اتكلم عنه كاديب. هاني من فرط انسانيته ومن فرط حضوره الذي كما اسميته في كتاب اخير صدر لي بعنوان شموس مشرقة في الساحة الأدبية، لم أستطع أن أنهي هذا الكتاب دون أن أكتب فصلا مستقلا عن هاني منسي الحضور الذي لا ينسى. أنا هاني أنا شفته حوالي مثلا 3 مرات بالكثير أو 4 مرات، مش أكثر من كده. كنت بلاحظ إنه بيحرص على الآخرين أكثر مما يحرص على نفسه. بيحاول يلقي الضوء او زي ما احنا بنقول بالعاميه يلمع ما حوله من الادباء اكثر مما يهتم بنفسه. فليس من المستغرب بعد ذلك ان نقرا له ابداعا مختلفا سواء في سنتصار او فيما ننتظره له من ابداعات مقبله. في الحقيقه كمان عايز أعلق على الكلمات أو التأويل الحداثي لمجموعة سمسار لأخونا أسامة جاد في موضوع البو، وهو الرمز الريفي الذي لا يستطيع أن يعرفه سوى من عاش في الريف أو على الأقل احتك بهم وعرف طباعهم وتعايش معهم. تفسير الحداثي للبو وفكرة أنه حداثية دلوقتي ممكن أن نستخدم الأوكسيتوسين أو البرولاكتين. أنا كطبيب معجب بالحكاية دي بهذا التأويل الحداثي، وأيضا في فكرة الاعتراف حينما كان يناقش قصة كورس الاعتراف، والتعديل الحداثي لها الآن هو الجلوس لجلسات التحليل النفسي والفرويدي وكأنه اعتراف يعني يخرج من عنده كما ولدته أمه. وأيضا بالنسبة للأستاذ الروائي محمد علي إبراهيم، أعجبني التقاطه لفكرة يعني أن هاني منسي لسبب أو لآخر سنيا لم يبدأ يصدر أعمالا في سن مبكرة، وقد أدى ذلك إلى تخمر هذه الإبداعات في ذهنه، بحيث حينما أراد اليوم أن يصدر أول إبداعات وهو سمسار كان يتخذ في قصصه الشكل الفسيفسائي أو زايكي أو الذي يجرب فيه كل الأنماط، وأعتقد أنه نجح في معظمها إن لم يكن في كلها. وفي كل ما تحدثت فيه عن هاني منسي لن أستطيع أن أوفيها حقه، فهو يستحق منا الكثير من الاهتمام وشكرا لكم.